المشروع هذا يعني كيف قدم عملية تسهيل كبيرة لنا. الصياد يعني كان ما يقدرش يصلح مركبه العطلان، اليوم بتوفير هذه المواد بسعرها الرسمي قدر الصياد ايش يصلح مركبه ويكمل الصياد انه يكمل مهنة الصيد ويمارس مهنته بأريحية. بداية 2022 كان في جهود مكثفة من قبل الأمم المتحدة مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي للمساعدة في دعم قطاع الصيد، وكان أحد أجزاء هذا المشروع هو إدخال المواد اللي ممنوعة من الدخول من عام 2007، هي مواد مزدوجة الاستخدام زي مادة الفيبر جلاس وملحقاتها اللي بتستخدم لإصلاح مراكب الصيد. حديثا في 13 نوفمبر تم إدخال الدفعة الأولى لـ10 مراكب.